السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي، يعني كأنك عينت سكرتير عندك، تمام؟ يقدر ان هو يساعدك في حاجات كتير جدا. ابسط حاجة ممكن يساعدك فيها موضوع الايميلات، تمام؟ يعني هتربطه بالايميل بتاعك، خصوصا لو جوجل اللي هو جيميل، ويبدأ ان هو يرد على الايميلات. طبعا مش هيرد من نفسه، يعني مش هيدي مواعيد، لا ده هيكتب الرد ومنتظر ان انت تدوس سند، تقرا الرساله كويس جدا وتتاكد منها وتقول له ابعت الرساله. فبتبقى حاجه جميله جدا. يعني ساعات مثلا بيكون جاي لي ايميل وانا موافق، فاقول له مثلا اي اكسبت، انما هو بقى بيقول لك ايه، اتمنى ان يجد هذا الايميل بافضل حال، وانا سعيد ان انت اقترحت الموضوع دوت، واحنا ممكن نرتب ميعاد في يوم كذا كذا كذا، هل ممكن الميعاد ده مناسب ليك ولا لا؟ فبيكتب حاجة احترافية جدا يعني، تمام؟ فتقدر ان انت تعتمد عليه، بس لازم تقرأ الحاجة ولازم انت اللي توافق او ترفض، لان ممكن يديك مواعيد كتيرة مش مظبوطة او مش مناسبة ليك، تمام؟ فتقدر ان انت تعمل تاسكات كتيرة جدا من خلاله ويساعدك. طيب في عندي حاجة اسمها تلخيص، ممكن تديله كتاب كامل، عندك التشهير ترفع كتاب كامل وتقول له لخص لي البي دي اف دوت. فممكن يكون عندك كتب كتيره لا عايز تقراها، فيجيب لك الخلاصه. مش هيجيب لك خلاصه بس، لا ممكن تقدر ان انت تساله. وعندك هنا هو حاطط لك شات بي دي اف برضو لوحديها، عندك الميتنج سكادول يبدا يرتب لك الميتنج بتاعتك او الاجتماعات بتاعتك، هيرتبط بالكونكت جوجل، وهو واحده واحده بيبقى مخصص ليك انت بس، تمام؟ هو هنا بيقول لي ان انت عندك كريدت. طيب تعال نشوف الكريدت دي، مهمة جدا لان بعد فترة هتدفع فلوس، تمام؟ تعال نشوف الابجريد بكام. البداية ب$50 في الشهر، اللي هما 600 كريدت. طبعا انا لسه ما استهلكتش حاجة. طيب مش بس كده، هو في حاجات كتيرة جدا موجودة فيه. تعال نشوف ليندا ستور. ليندا ستور المخزن اللي تقدر ان انت تضيف خدمات منه، هتلاقي حاجات كتيرة جدا، اتمنى انه يكون فيها حاجات مفيده ليك، تمام؟ يعني في حاجات مثلا شات ويز بي دي اف، هو دلوقتي اصبح شات جي بي تي فيه الخاصيه دي، وكذلك جيميناي، وكذلك الملخص. لكن هو في عنده حاجات كتيره جدا، في عنده حاجات مثلا لو انت عايز تتكلم مع الطبيب نفساني، لو انت عايز تتكلم مع اي حاجه تقدر انت ترتبها، يعني مثلا البراوزر، عند مثلا الويب سيرش يساعدك في السيرش، بوك سمرايزر يبدا يلخص لك الكتب، ميديكال بي دي اف اكستيريور بدا يتخصص في كتب طبيه، وممكن بعد كده يتخصص في كتب هندسيه وهكذا. في عندي حاجه خاصه بالكالندر، بقى عندي لايف كوتش. لايف كوتش معتمد على جوجل ومعتمد على الذكاء الاصطناعي الجيميناي وهكذا، تمام؟ هي الفكره في ايه؟ طبعا جيميناي او شات جي بي تي بيبقى حاجه كبيره جدا، موديل قوي جدا ضخم جدا عشان تشتغل عليه، يعني حاجه عملاقه. فهو بيبدا ان هو ياخد الجيميناي، يعني هو بيبقى عامل معاه اتفاقيه وبيعمل يعني موديل صغير متخصص في حاجه معينه، تمام؟ يعني في حاجه خاصه مثلا بالميديكال، تمام؟ تقدر ان انت تضيفها، يبقى تقدر تكلمه في الحاجات الطبية، لكن ما تاخدش كلامه ثقة وتقول انا اشتغلت عليه وسألته واعتمدته، تمام؟ هو هيبدأ بقى يبدأ يسألك بعض الأسئلة، ويبدأ ان هو يشخص لك المرض بتاعك. لكن الموضوع ده خطير، ما تعتمدش عليه. يعني ممكن تقول له تدي له لوح أشعة وهو يبدأ ان هو يقولها لك، لكن في نسبة احتمال خطأ، فلازم دكتور هو اللي يشوفها ويتأكد ان إجابة الذكاء الصناعي صحيحة ولا غلط، تمام؟ بدل ما تفضل سنين تعالج بمعالجات خاطئة. طيب جيت هاب ده يعني منصة للبرمجة واوبن سورس، تقدر ان انت تحط عليها المعلومات، سوفت وير ديفلوبر. جوجل دوكومنتس هيبقى معاك وانت جوه جوجل دوكومنتس، حاجات مثلا تحول لك اليوتيوب فيديو لبلوج بوست. عندك جول شيت الاكسل هيبقى موجود معاك يساعدك في الاكسل. دي الحاجات الخاصة بليندي، زي ما انت شايف ادوات كتيرة جدا، فكأن في كذا موقع موجودين في نفس المكان. في ليندا امبيدد،
كاستم سبورت، ممكن انت عندك موقع فتستعين بالكاستم سبورت الشات بوت اللي هو يرد على الناس اللي عايزة منك خدمة، اللينك ده ايميل، اللينك ده ميتنج، الاوتلوك هيبقى مستطب جوه الاوتلوك يرد على الايميلات، مش هيرد تلقائي، لازم انت اللي تدوس اوكي. ففي تايمر، في ويب فلو، في التجارة الإلكترونية، في حاجات خاصة باليوتيوب، في ووردبريس. تمام، ممكن ترتبه ان هو كل شوية ينشر حاجات اوتوماتيك على الووردبريس بتاعتك. تمام، فهو يعني مساعد قوي هيساعدك في ان بدل ما انت يعني ممكن يغنيك عن 20 موقع تكون انت بتشترك فيهم، لا هو اوتوماتيك يروح مساعدك في يعني تشترك فيه هو بس، وهو اوتوماتيك يديك الخدمات دي كلها مرة واحدة. ان شاء الله يعجبك المساعد الشخصي، ومبروك السكرتير الجديد.